مباراة هدف في الشوط الأول في الدقيقة 31، وكانت التمريرة من كارفاخال إلى كريم بنزيما ليفتح حسن التهديف. ينتهي الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء. عانى الريال كثيرا وكان على بس قريبا من تحقيق نتيجة التعادل، ولكن دقيقة 85 تمريرة كريستيانو نحو إسكو بزاوية صعبة جدا يخضع الحارس باتشيكو ويحرز الهدف الثاني. بعدها بثلاث دقائق ركلة حرة يسددها جاريث بيل بالعارضة وتعود إلى ناتشو الذي كان يتابع بالرأس، والهدف الأول هذا الموسم لناتشو بعد أن سجل في الكأس في هدف خرافي أمام ليونيزا في 8 أهداف.